and welcome to my channel. رحب فيكم صبايا حلقة جديدة من حلقة ميتا ترايز، واليوم مع بعض رح نجرب منتج كوري جديد من براند اسمه It Skin. هيدا المنتج هو ماسك للشعر. هلأ أنا أول ما اشتريته افتكرته ماسك ذهب، بس منه ماسك ذهب. قبل ما نبلش حابة أخبر كل الصبايا، إذا ما كنتم مشتركين بقناتي اشتركوا بقناتي، فعلوا جرس الإشعارات، وأكيد تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى البلوج meetabdurjaleel.org. خلينا مع بعض نبلش الريفيو تبع اليوم. هيدا هو الماسك صبايا، جايبيته من موقع اسمه يس ستايل بسعر 15 دولار. العلبة هاي بيجي فيها 4 ماسكات للشعر. هيدا الماسك مفروض انه هو يرطب الشعر، يحسن من جفاف الشعر، وبنفس الوقت اذا كان الشعر تالف فهو بيساعد على اعادة الحيوية للشعر وتغذيته. سو اليوم مع بعض رح نجرب هيدا الماسك. طريقة استخدام الماسك هو ان نحن لازم نحمم الشعر، ومن بعدها نحط هيدا الماسك لمدة 15 دقيقة ونرجع نشطفه بالمي. هلا انا غسلت شعري بالشامبو، وهلا شعري ما استخدمت عليه لا كونديشنر ولا اي شيء، وجاهز اني انا استخدم هيدا الماسك. مثل ما شايفين صبايا شعري متحممة وهيك منشفيته بس بالمنشفة. رح افتح معكم هيدا الماسك، خلينا نشوف كيف شكله من جوا. هيدا هو الماسك، مفروض الشريط يكون من قدام. باك سايد اوبن. اها اوكي، افتحه رح يكون في من جوا كيل. شايفين هيدا هو الماسك جوا. اوكي، الشريطة مفروض تكون من قدام. اوكي حاسة حالي كائن فضائي. اوكي رح احط شعري كله جوا. اعتقد هيك صح. اوكي، وبعدين لازم اعمل له مساج عشان محتويات الماسك تدخل في الشعر. هلا طبعا الماسك لازم يضل على البشره لمده 15 دقيقه. بهالاثناء حابه احكي لكم شغله، انا هيدا الماسك جايبيته من كوريا، اوكي، بس حاطه لكم تحت في الديسكربشن بوكس الموقع اللي فيكم تشتروا منه هيدي الكوليكشن من الماسكات، لانه في 4 ماسكات جوا للشعر بسعر 15 دولار من موقع اسمه يس ستايل. هلا الغريب بالموضوع بكل امانة، انا اول ما شفت هيدا الماسك فكرته ماسك ذهب للشعر، لانه مكتوب عليه هون جولد فويل هير ماسك، ففكرته انه هو ماسك في ذهب. تاري انه هون قصدهم انه هيدا الفويل معمول باللون الذهبي، فهو جولد فويل، سو نفس القصدير اللي بنلف فيه الاكل بس لونه ذهبي. anyway طلعت مكونات هيدا الماسك هو المادة اللزجة اللي بتطلع من الحلزون، يعني انا هلا حاطه حلزون على شعري. anyway انا كثير صراحه بحب اصلا هيدي الماده، لانه كثير منيحه للبشره على فكره. فكره شويه منا مستحبه عند كثير من الصبايا، ممكن يفكروا انه شيء هيك لزج بنحطه على الشعر او على الوجه. لا، هو ما بتحس ابدا باي لزوجه او اي شيء. هلا بعد ما جربت الماسك حسيت بفايده الورق هيدا اللي هم عاملينه الجولد فويل، لانه حاسه انه في حراره، كانكم عم تعملوا ماسك حراري للشعر، وهذا الشيء بيسمح ان كل المكونات تتوغل داخل الشعر. سو رح روح شويه بريك وارجع لكم لحتى افك الماسك واشوف النتيجه. يلا رجعت لكم صبايا، مرة 15 دقيقة. هلا رح اشيل الماسك. طبعا الماسك للاستخدام الواحد، شوفوا ما ضل شي جوا. بعمل هيك شوي مساج لشعري، طبعا حاسه بملمس نعومه بس اكيد بالكريم. سو بدي اروح اغسل شعري من الماسك. ما تنسوا وقت ما تغسلوا الشعر ما تستخدموا شامبو او اي شيء، بس بالمي، وراح ارجع اقول لكم كيف حاسه شعري. ويت فور مي. رجعت لكم صبايا، غسلت شعري بس بالمي. ما بقلكم قديش شعري قد ما انه هو ناعم، وانا عم شط يعني اشطفه بالمي عم حس انه ما عم يروح من راسي، يعني قد ما انه عن جد شعري هيك. بالعاده دايما بحط ايدي
بين شعري وبعمل هيك، عرفتوا امشي اصابعي بين الشعر، بيعلق شوي، بياخد العقل. يعني مش قادره اقول لكم النعومه. شوفوا كيف ايدي بتمشي بالشعر، بجنن. ديفينتلي بعطيه 10 من 10، وبنصح انكم صبايا تشتروا. الموقع رح يكون موجود بالدسكريبشن بوكس. ياخد العقل، مو قادرة لكم قديش ملمس شعري ناعم ناعم حرير. وعلى فكرة ما تفكروا انه الماسك لزج او شيء، لا، انه هو مثل الكريم العادي وريحته جدا مقبولة. سو انا بعطي هيدي الماسكات من ات سكين 10 من 10، لانه عن جد كتير كتير حلوة. هلا ما بعرف اذا بتعطي تغذية ولا لا، بس انا بحكي انه مين لي على ترطيب الشعر والرطوبة والنعومة اللي حساها بشعري، حتى سواده بتحسه انه كتير غني وبيعطي لمعة. سو ديفينتلي هيدا الماسك بيعمل الاشياء اللي هي مكتوبة على العلبة، لهيك انا بعطيه 10 من 10. يمكن هيدا ثالث منتج بس من اول ما بلشت حلقات ميتا ترايز ياخد 10 من 10. سو جربوا هيدا المنتج. مثل ما بتعرفوا هدف حلقات ميتا ترايز انه بجرب منتجات بقلكم ما تشتروها، لانه بيكون انا خسرت فلوسي عليها. تاني شغلة، في منتجات بنصحكم فيها، منتجات يمكن انتم منكم عارفينها او غريبة عنكم، بس هي عن جد تستحق التجربة. سو هيدا هو الهدف من حلقات ميتا ترايز. كل حلقات ميتا ترايز غير مدفوعة، يعني ما حدا دفع لي عشان انا اعرض عن منتج او احكي عن منتج. وكل المنتجات اللي انتم عم تشوفوها كلياتها انا شريتها بمصارية لحتى انتم تستفيدوا. عم حاول اجيب اشياء مختلفة. سو اذا عندكم افكار عن اي منتجات حابين انا اجربها، بليز اكتبوا لي تحت بالكومنت. اذا عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واكيد تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بلوج بيت عبد الجليل .org. سنابي تابعوا يومياتي على السناب. انا كتير بحبكم وبشوفكم اكيد يوم السبت في فيديو جديد. Love you.